أما سؤالك هل يمكن أن يكون هناك تمكين لأعداء الإسلام؟ فالجواب عن هذا تمكين مؤقت، يعتبر تمكينا مؤقتا لأن فيه استدراجا، والدليل قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. لكن ما العاقبة؟ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.